دخل الانتخابات بعقلية الانتصار، على أساس أنه نحن حزب مناضل، حزب معناها كان في مواجهة الاستبداد، ونحن المشروع متاعنا هو مشروع الحداثة، ما هوش مشروع فهمني متاع الإسلاميين المتطرفين، نحن مشروع إسلام الحداثة، معناها باش نحافظوا على القيم متاعنا، القيم الاجتماعية، قيم الاقتصادية، وقيم السياسية اللي نؤمن بها نحن كحزب وسطي وحزب متقدم. بالنسبة لي أنا تونس ربحت، تونس هي المنتصر بعد ولا في الانتخابات هذوما، انتصار ديمقراطية. في دي بي بلان we have all what is we are looking for, and we are looking for democracy, for justice, and we will achieve success. The PDP عنده تاريخ، حزب كبير عنده أكثر من 30 سنة تعمل، طول حياته حارب للديمقراطية وحب دفع على الحريات. They are good persons, and I trust that their promises are real and they will really make Tunisia better than now.